السلام عليكم، اليوم جبت مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع. المقطع هذا ما راح يكون فيه فيس كام، غير المقدمه يعني هذه وزي كذا. مقطع اليوم راح يكون جليتش فورتنايت. طبعا هذا الشيء ما يعتبر جليتش، لكن انه خليناه جليتش. كيف؟ لا تسالوني. بتشوفون بعد شوي كنا في اخر الجيم انا وفريكي، طبعا قناه فريكي في الديسكربشن. كنا في اخر الجيم ننتظر ندور الشخص اللي ضدنا، كنا اثنين وضدنا واحد. اخر الجيم وصلنا لين زون الاخير وان قاعدين ما شوف احد. اتشنا دورنا البشات قدامنا الارض، يعني ما فيها اي احد. دورنا فوق في السماء ما في اي شيء، فقلنا اكيد انه مسوي جليتش او مركب هاك او شيء. فاجأ بهذا الحركة او المكان اللي كان فيه، مكان غريب وصعب انك تفوز فيه، بس انه سويناها بعد محاولات. فان شاء الله يجوكم مقطع، واذا عجبكم الجليتش وتبون اذا صار فيه جليتشات زي كذا نزلها بسرعة، سواء فيس كام ولا بدون، لان هذه صورتها شادو بلاي. اوكي، شادو بلاي عبارة عن اني استرجع لقطات وزي كذا. ما توقعت اصلا انه بيصير نفس اللي صار في الجيم الاول، اللي هو الشخص يفوز بهذه الطريقة. ففكرنا الا بنسويها. هاي تدري ان هذا المقطع ما في فيس كام، وادري طولت عليكم، لكن ان شاء الله استمتعوا بالمقطع. فلا تكسرون بالدعم وخليكم مع المقطع. طيحنا بس، اي طيحنا هين. روح نشوف. والله مستحيل. وين ذي فيه؟ الحين ابغى نجمع موارد. يا رب. لا زون لا. وش السمك ذا؟ هذه حقت نفس توقع ال ديرمال تسوي دبل جمب على قدام كذا نزيل. ايوه رايحين له. انا اضبطه. خل اسوي شيء. توقع مع بانصر. اتوقع يسوي نفس الطريقه. كسر عليه بس. انا اقول خلينا نشوف ايش بيسوي. اوكي، الناس طلق عليه. من ان ها من ان راح مات. شوفه هيله اغراضه. شاكل ترى بعيد عنك انا شوي. هي طلق بالريفولفر. في واحد هنا بعد. 25 نايس. ابي يطلع شوي. يا الله اوكي اقهر. انا بروح اخش عليه. اوكي هذا قاعد ينزل. شو وضعه؟ ابوي ذا معرق. ايه مو وقتك. صرت شيلد خويه. بحاول اعزز لك. ها راح الزون. طيب روح فوق. 48 ما ادري. خل فوق. مشين منه. معك سمك انت؟ ما عندي. معي باند. معي باند. اعطيك سمكه؟ انت راح. لا محتاج. انت امشي. راح معي ثلاثه انا. امسك. يا ساتر شكله مطلق. كيف بمدك؟ يا ساتر. ايوه الو ام احذفك. لازم تسوي بلاتفورم. لا تكفى. ما معي سمك. كنت اذب لك. ذب. ما عليك. خله اذا وصل 30 مدك. اوكي اطلع ولا ابني. بحط موارد. اوكي قهر. ابن بلاتفورم عندك. حاول تبني شوي قبل ما تخش. كم هي لك؟ فل ولا 50؟ خش فيه وارجع. حاول جيت تطلع. وزن. ها ضبط ولا لا؟ يوه هي اني فل. اوكي بدال بعيد. اتوقع ان جي ام عاد اكفلا. بحاول انك تبني. اوكي يا ساتر يا رب. لازم نكون قريبين منه. لازم نسوي بلاتفورم كبير عشان ننزل على طول عنده. رب بموت. خلص موارد تقريبا. لا طير بعيد. ضبطتك. كمل لين نهايه الجيم. انا بموت. تيجي اوكي وزنت له انت. شوفوا انت بلا تطيح تكفى. لا تخش. باقي اثنين ضدك. والله يمديك. هرب ما يطير بعيد. انا خوف يطير بعيد. اوكي لا تكفى. لا يمديك. كمان كم؟ اربع هي. معك رفت. سمكه رفت. فيه امك. اجل ايش رايك نروح على طول هناك؟ اروح هناك وتجيني بالرفت. انا يمكن اكتب الوضع شوي.
والله موارد ماشي. اوكي طقاني على فوق، مرات يذبك يمين مرات يذبك يسار، فاهم؟ شفته مره ثانيه. اوكي حلو حلو. لا ارماني تحت، ارماني تحت، ارماني تحت، ارماني تحت. قاعد اجمع ذا اللي تحت، بجمع ذا. جمع ترى اثنين الحين. اوكي تسكر. يب يب يب. اوكي لين نحشر. اوه انا ذبيت حق الرش بالغلط. اماا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 ا
هذا ما تكسر ما تكسر صار بس ما تكسر ولا قاعد يضيع وقت الله 10,000 شوف يا رب يا رب جمعت مني بروح ابني فوق ابني طبقة ثانية ولا بس كي يكفي مد مد بس مد من تحت ولا لفوق اللي بانيها انت اللي بانيها فوق اه شيء ترى هم بس معي اثنين سلوب فيش ها وهنا اقول عشان ما اتجه جينا متكت يا رب والله تصدق توقع ضبطناها هذا زيك انا هذا زيك اوه حتى في الرقية مش يسرع ربيه على بالي بس قدام بس النار ابد اني ما استخدم في الليفر تسكرت علي الله يسعدك عادي ادت اصلك هذا ها كيف جرب وات فيك بس جرب ابني شوي مضبوط صح يب يب نزلت نزلت انا بحاول مدها هنا اح اح يمه دخلت فيها مره ثانيه بتطيح بعدك وين بعدك لوين هنا دفتني هنا بقوه دفتني تحت كذا ما طرت فوق لا دفتني تحت دخلت مره ثانيه جاب اكمل هذا صار هنا ما 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 يخلص بسم الله يا استاذ يا رب يهم بس الخمسه ترى يا استاذ يا رب معك في الليبر ولا خلصت؟ معي اثنين سيرفش اعطيك واحدة؟ لا لا معي اربعة في الليبر رايحي ما اكلت انا اذا طيحنا تحت كليناها عادي عادي واحد اثنين ثلاثة ما باقي في الجيم اوف اوف والله على بالي انه بيطيحني شوف هيل على طول 50 اربعة يوب يوب ترى بنكبنا شوي اذا صار هي العشرة بديك تخش معي ولا بعدي قصدي ثانية يا رجع خلينا نخش كل شوي خلينا نخش كل شوي لا 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 تخش كل شوي لا تخش ليه ليه انت بس الله وين 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 الطريق 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 فتحت موت كسرت البناية انت ام عاد والله اقولك لا تخش ورا بعض لا تخش ام النكبة اعطيك سيرفش معي 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 عليك زب يمشي مش صار في فتح الحين لا ساتر انتبه يا ساتر لا تسويها انت الله يكفى يا ساتر جلتش هدي هدي من روعك باقي اربع في الجيم اوه على بحر ولا مدينة جديدة اوكي مات واحد يا ساتر جلتش روح روح والله انكب طيرني بعيد ترى قال لك انا قبل شوي دفني على طول تحت ما معي موارد اسكر ذا انت بالله طيح في فتحه بس حسب الله في تحدي اتوقع ايويو كنا بغى يطيحني ايش اروح يوفو تموت ايه لازم المس الارض لا 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 من بعيد اوف اوف عدلت عدلت اوكي طايش يا ساتر يا رب اوكي الفتحه هنا انتبه لا لا والله العظيم لا لا وين وداك زيزي انا مت لا تكفى اقطع ام القهر حطني على الفتحه بالضبط تدري سقيت في طرفها لو معي موارد كان جبتها نديك نديك زون نقطه نقطه والله حرفيا نقطه ما اقدر اخ يا ساتر يا ساتر يا ساتر اللوم والله توترت يا رب يا رب تضبط والله تكفى هذه كم زود اقطع شكلك اوعي يا اخي انت انا اكفى قفلت خلاص يوه يس 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 اهلين كبرايت ها وقف رقص يا ساتر يا ساتر
طيب يعطيكم العافية المشاهدة، إن شاء الله استمتعتوا بالحركة الجميلة المثيرة. تعبنا صراحة والله تعبنا. كم جيم؟ أربع جيم. يا ساتر. يعطيكم العافية المشاهدة، وقناة محمد أو فريكي في الديسكريبشن، ونراكم على خير في أمان الله. سلام.